خدمة تاعنا صعيبة ايه والله وفيها الريسك بزاف والمسؤولية المسؤولية تعب انا نهار كامل وانا نخدم نتعب انا كي كنت صغير على بالك ما كنت حاب هاد الخدمة لا كنت نقول لك كنت حاب سوق الطيارة تاع الحرب بصح ما داك الوقت قالت لي يا وليدي دعوت الشر عليك لو كانت سوق الطيارة بكتب ربي كيما يقول واش تحب بصح سيد المدير ما قلتلناش علاش جبتونا على بالك فكرتني الله يفكرك في الشهادة انا بكري كنت خاطب وحدة قول لي واش تشربوا قهوة اتاي غير لو كانت تعطي تركوني تركوني هي اوكازيون فورت لو كان نخليهم يكتلوه اكثر نتهنى منه ومن النحس نتاعو بصح قلبي ما يطوعنيش هيا خليه اطلق تركوني اطلق تركوني تركوني راكو شفتو بعينيكم ها شفتو شرانا نعانيو من هاد الامراض ها بصح سمحوا لي هذا مسكين كل يوم هكذا صح ما تخافوش الامور راهي تحت السيطره نورمالمون فهمتوا درك علاش راكم هنا ما فهمتوش شوف ليام الاخرى كاين بزاف مرضى حاولوا يهربوا على بالكم كي خرجوا لبرا واش يقدر يصرا راهو خطر كبير على المجتمع بهذا عيطنا لكم باش ديرونا ان سيستيم دالار جوز تفضل تفضل تفضلك بصح قول لي يا سيد المدير السبيطار يبان لي بلي فارغ المرضى وين راهم يا انت خلينا نمشي نبرهم باش نتوما تخدموا بعقلكم على بالك كاين اللي شويه واعرين مساكن والله ما على بالهمش واش يديروا مرات والله مساكين مش نقولوا لهم حنا نطلبوا لهم الشفاء هذا واش يقول واحد ربي يشافيهم الله يسلمك صباح الخير سيدي المدير صباح الخير مدام قولي لي الولد ريح شويه ريح خير باللي كان وعطيتي له البنو اللي قلت لك عليه وانت في ميزك شفت الدجاج ياكل بنان